احمد هيثم، نبدا بالطفوله. اي طفولتك شلون كانت؟ تسلسلك، مواهبك، قفشاتك، امورك، والله فعالياتك. يعني بالحصار، انا مواليد 92، ايه فالطفوله صارت بالحصار. ما كانت اسوأ طفوله، مو أسوأ طفولة يعني، لأن هو تقريبا كل الناس كانوا عايشين هاي الفقر ماكو والعوز ماكو والبهدلة. طبقة متوسطة. اي بالضبط، كان قبل كل ناس الطبقات مسحوقة مسحوقة. واكو ناس طاق للستار ابي بالضبط، يعتهم. اكو لا اكو ناس خطية كانوا كلش مسحوقة. مسحوقين احنا كنا يعني مو وسط، الوسط. لا احنا انا ابوي نداف اه واحنا كلنا ندافين، اه حلو. فانا طفل يعني، ايه واحنا نشتغل ويا ابوي بالمحل حلو يعني، بحيث بالاول متوسط تقريبا انا خلفه حلو. اخيط. تلزم المخدة انت اي فنتف. نداف نداف. اي اي والعودة مال فلذلك ماسحة ودق على العجودة لي. فابويا كان موظف، ايه فترك شغله، لان تعرف الوظيفه يمكن 3000 دينار كان راتب او هيك شيء، حلو. فالوظيفه كانت بهذله. بس اللي يشتغل بالسوق شويه اهون، اهون الوضع المادي اهون، فمشت الامور يعني. فقط قطن لو نشتغل ريش همين وهاي نشتغل تشتغلون. كل شيء نشتغل ها كل شيء نشتغل. اي 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 مخدة مال ريش، تنام نوم خدمتك ومال اهلك كهت. تكلفك هاي. اي صديق.